دجاجة محمرة بالأعشاب نحتاج إلى 1 دجاجة تكون متوسطة الحجم أو كبيرة، 200 جرام من الزبدة، ملعقة كبيرة من الزعتر، ملعقة كبيرة من المريمية، ملعقة كبيرة من الإكليل، ملعقة صغيرة من القرنفل، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من الكزبر، ملعقة صغيرة من الزنجبيل. الحشو نحتاج إلى علبة فطر، علبة زيتون، نصف كوب من البقدونس يكون مفروم ناعم، 2 فص ثوم، 100 جرام من جبنة البلو، ونحتاج إلى 2 قرن فلفل أحمر حار. أما بالنسبة للخضار نحتاج إلى 2 حبة من البصل، 2 حبة من البطاطا، 2 حبة من الجزر، وطبعا نحتاج إلى ملح للوصفة حسب الرغبة. طبعا هذه هي المكونات اللي عندي. أنا أول شيء درتها مشاهدين الكرام، خذيت الدجاجة غسلتها كويس، ويفضل هي الخطوة دولها قبلها بيوم. حطيت الدجاجة في وسط وعاء، فصت مية فيها قطرات من الخل، وخليتها في الثلاجة. هي تسهل عملية طري الدجاج، ويجي عندي طري على الأخير حتى الصدر ما يكونش جاف أبدا. ما عندكش وقت، ممكن أنت تديري هالخطوة هي من الصبح أو قبلها بساعة أو بساعتين. الطريقة هي اعتمدوها في دجاج محمر باش ما يجفش منكم في الفرن. هذه الطريقة. طبعا أنا شندرت أنا هنا، خلي نوطي شوية على النار. بعد ما حمر حطيت الدجاجة فصت الوعاء فصت المية بهذا الشكل، رح ناخدها حنجيب منديل او كلينكس بالشكل هذا، وراح ناخذ الدجاجه هي اللي فصت الميه، وحنحطها بهذا الشكل هنا. طبعا هي حنخلصوا منها خلاص، المية مش محتاجين لها. الفكرة هي انها تخلي الدجاجة عندي طرية، يعني مش متخيلين كمية الطراوة اللي فعلا نحصلوا عليها من الدجاجة لما ننقوها فص المية والخل. وبتضيفوا حتى ملح، ممكن عادي جدا نضيفوا حوالي ملعقة صغيرة من الملح للمية. ايضا راح تخلي الدجاجة عندنا تطرى وما تكونش عندي جافة، خصوصا في المحمر. يعني أنا تو هنا بعد ما حطيت الدجاجة بهذا الشكل، قبل ما نبدأ فيها راح نبدأ بالبهارات. أنا طبعا عندي تشكيلة من البهارات ذكرتها لحضرتكم. أنا تو حناخذ صحن بهذا الشكل حنحط فيه البهارات اللي عندي. أنا طبعا ذكرت في البهارات عندي الزعتر، تمام، عندي ملعقة صغيرة من الزعتر، وعندي الهيل، وعندي المريمية، وعندي الشطة اللي هو الفلفل الأحمر الحار، وعندي زنجبيل، وعندي البهارات مشكلات، ممكن تستخدموا أي نوع أنتم تفضلوا، وعندي ملح، هنحط كمية من الملح، ما عنديش انا عيار هنا في الملح. وراح ناخذ بصل بودرة وتومة بودرة، هي اضافة لو انتم تحبوا الطعم يكون معزز اكتر. هنحط حوالي ملعقة صغيرة من التومة البودرة، ونحتاج ملعقة صغيرة من البصل البودرة، تمام. طبعا البهارات مشاهدينا الكرام، انتم ممكن هنا تديروا البهارات على انتم شنو تحبوا، مثلا ما تتقيدوش نفسكم بالبهارات هي، لكن هي حطاتي تست جميل جدا. انا تو هنا عندي قرنفل، عندي ملعقه صغيره من القرنفل، عندي كبشن هنا قرنفل يعني حبوب، وعندي الفلفل الاسود حتى هو حبوب، وعندي الكزبر حتى هو حبوب. انا هما البهارات ما بيش ناخذهم ناعمات، لان نفضلهم يكونوا اصحاح حيعطوا الطعم احسن، خصوصا الفلفل الاسود. راح ندقوهم بهذا الشكل. طبعا اللي تدقوا بها في البهارات تكون خاصه بالبهارات، ما تكونش فيها الثوم، انتبهوا على الفكره هي. نطحنوهم بالشكل هو، الروايح بتطلع عندي قوية من البهارات هي.
لسه شايفين كيف بدت هيك تنطحن عندي. تو نبدأ نضقهم عادي. تمام؟ وراح نضيفهم على البهارات اللي عندي هنا. تو بعد ما ضفت تشكيلة البهارات، ممكن نبي منديل. بعد ما ضفنا تو احنا هنا تشكيلة البهارات كلها مع بعضها، راح نخلطهم كويس. انا عندي البهارات بهذا الشكل، راح نخلطهم مع بعض. روايح ما شاء الله عندي هنا من البهارات. تمام، انا البهارات هي راح نقسمها على ثلاثة اقسام. حنحط اول قسم يعني تقريبا، يعني مش انه تكون بالشرط يعني بالاكيال مقسمة، لكن تقريبا حنقسموها البهارات اللي عندي. تمام، قسمنا وزعنا بهاراتنا على ثلاثة جزيئات بهذا الشكل. توا هنا راح ناخذ بورد زي هو، وراح نقطع مجموعة أو تشكيلة من الخضرة يلي عندي. عندي طبعا هنا بطاطا بالقشر متاعها، راح نقطعها تكون شوية كبيرة بالشكل هو. ممكن تقشروها عادي، لكن يفضل تكون بالقشرة متاعها، يعني تغسلوها كويس واستخدموها. تمام، بعد ما قطعنا البطاطا عندي هنا جزر، وحتى الجزر يفضل تكون بالقشرة متاخر، اغسلوه كويس. نبي نقطع الجزر او السناري قطع حتى هي كبيرة بهذا الشكل. تمام، راح ناخدهم توهما وبنحطهم على جنب، تأكدنا منهم أن تقطعوا. لما تكون عندي خصوصا الدجاج حنحط على البورد، لازم نقطع الخضرة قبل بعدين نحط الدجاج. ليش؟ باش ما فيش أي بكتيريا تجي للخضرة، حتى ولو أن الخضرة راح تطيب، لكن بتكون تفاعلت فيها البكتيريا حتى لو كانت نية. فيفضل أن نقطع خضرتنا قبل بعدين نجو لمرحلة الدجاج. ولو تلاحظوا حتى أنا إيدي ما بديتش نمس الدجاج، لأن تأكدت أن خلطت بهاراتي كويس واللي يدقوا بها باش ما ننتقلش البكتيريا في أجزاء المطبخ. توا هنا على النار حنولع النار بهذا الشكل، ورح نبدأ بتجهيز الحشوة. رح ناخذ كمية من الزبدة، أنا عندي 200 جرام في الوصفة، حناخذ من ال 200 جرام نفسهم هيك شوية زبدة، حنقلبهم وراح نضيف عليها شوية زيت بس الزبدة ما تنحرقش. تمام، وراح نحط أول شيء فلفل الأحمر الحار، هذا اختياري طبعا. وعندي الفطر، علبة فطر هذه للحشوة طبعا الوصفة هي. وعندي زيتون، ما تستغربوش من الزيتون في الوصفة. وعندي فص ثوم، حتى هو راح نفرمه، ممكن شرايح عادي ما يأثرش. هنضيفهم كلهم مع بعضهم ونبي نقلب الزيتون والفقاعة بهذا الشكل، وراح نخليهم على جنب. احنا توا راح نجيب توا وقت الدجاجة، راح ناخذها نحوم الكلينكس من تحت ونجففها قدر المستطاع حتى من الداخل،
نجففوها بهذا الشكل. تمام. بعد ما جففنا الدجاجة عندي رح نجيب جزء من واحد من البهارات الثلاثة، هما هناخد هوا رح نوزعه على الدجاجة ونبي نبدأ نفرك فيها بالشكل هوا من الداخل ومن برا بالطريقة هي. زي ما انتم شايفين كيف قاعد حطينا الدجاجة بهذا الشكل. توا نحن راح نجيب الزبدة، ونفس الشيء الزبدة راح نحطها على الدجاجة بشكلها، وراح نفتح شوية من الجلد بإيدي بشكلها. شايفين كيف انا حنحي زيت بس تشوفوا كيف قاعد هيك، شايفين كيف قاعد نفتح في الدجاجه من هنا. وراح ناخذ الزبده مع البهارات وراح نحطها تحت الجلد بهذا الشكل. تمام. راح نحي توا الجلافز عندي وراح نشوفوا شو صاير عندنا هنا. الزيتون مع الفقاعة بدت هيك روايح تطلع، راح ننزل توا المعدنوس عليهم. هي الحشوة جميلة جدا، يعني لازم تجربوا الوصفة هي، انها فعلا من الوصفات الرائعة جدا، خصوصا يعني فكرة التست حد ذاتها جميلة جدا على الاخر. حنقلب توا هنا الحشو، حسيت هيك الفقاعة تبل. راح ننزل توا جزء من البهارات عليهم ونقلب. بدت روايح تطلع عندي هنا. نبو الحشوة كي تنشف شوية. رح ناخد جلافز تاني بشكل هذا. توا رح نجيب الطاجين اللي رح نشتغلوا فيه. اي طاجين عندكم يكون واسع متوفر يعني عندكم خذوه، ولازم تكون عندكم شبك، يعني مشبك بالشكل هوا، ممكن مشبك الفرن، ممكن مشابك ثانيه يكون فيه مشبك يفضل. يعني انا هون على الطاجين راح نحط بصل مقطعهم هيك كبار بالشكل هوا، وراح نحط الخضره. وعلى الخضره عندي طبعا اكليل، راح ناخذ من الاكليل شويه في الحشوه، اما الباقي راح نحطه على الخضره بالشكل هو. تمام. وعندي القسم الثالث من البهارات حنضيفهم عليهم وبنقلب. حنقلب الخضره مع البهارات. تمام. قلبنا الخضرة مع البهارات بالشكل هذا. حنشوفوا هنا شن صاير عندنا في الحشوة. الحشوة ولت جاهزة ما شاء الله على الروايح اللي عندي هنا. راح نطفي عليهم خلاص. حنجيب توا جبنة بلو تشيز، حناخد منها حوالي ملعقة كبيرة، يعني ما يقارب 100 جرام او اقل. انا حنستخدم ملعقة
كبيرة بشكل هواء. طبعا الجبنة هي فيها حتى أعشاب، لو ما توفرتش الجبنة هي اللي فيها الأعشاب أو البلو ممكن تستخدموا فيتا، هم كي تعدل الملوحة عندهم، أو ممكن تستغنوا عليها عادي جدا. حطينا الجبنة اللي فيها الأعشاب هي وبنقلبها مع الحشو. تمام، نبغى نخلط الجبنة كويس. تو هنا بعد ما اخذنا الحشو راح نجيب الدجاجة عندي وراح نمليها كويس بالحشو، لازم ما نعبوها كويس بالحشو بالشكل هو. والتجويفات هي هناخد شوية زبدة وراح نحطهم فصد تحت الجلد بهذا الشكل. نزيدوا كنعبوها شوية طالما ما زالت تقدر تستوعب من الحشو، هناخد شوية منها ونحط بالشكل هذا. تمام، هذه بالنسبة للدجاجة. حنجي تو من هنا من جهة الرقبة أو الركبة راح نحاول إني نوسع شوية، هتكون في مساحة لو استخدمنا الإيد. تمام، راح نفتح بهذا الشكل زي ما شايفين كيف انا الجلدة هنا فصلتها. على الجلدة هي راح ناخذ كمية من الزبدة وراح نحطها تحت الجلد. هي الخطوة مهمة جدا راح تخلي الدجاج طري على الاخر. هناخذ كمية من الزبدة ونحطها تحت الجلد بهذا الشكل. طبعا بعدين الزبده كلها راح تذوب. تمام، راح نجيب توا الدجاجه اللي عندي، راح ناخذ ليمون راح نقطع عليه انصاف، راح ناخذ جزء من الليمون بنحطه في اخر الحشوه زي القفله بالشكل هو، وراح ناخذ عود او اي شيء بندخله باش نسكر بها الدجاجة بالشكل هو. تمام، تو هنا راح نجيب الشبك اللي تكلمنا عليه حنحطه فوق بالشكل هو، وراح ناخذ الدجاجة بنحطوها على الشبك. تمام، بالشكل هو. وراح نجيب حوالي انا ممكن استخدم حتى يعني ربع كوب او كوب من المية بنحطها على الخضرة بالشكل هو. ممكن نزود تاني، ممكن حوالي نصف كوب من الساتر، ممكن حوالي نصف كوب من المية. تمام، وراح ناخدها بندخلها في الفرن على درجة حرارة 200
طبعا الفرن يكون مولع من قبلها. راح ناخذ توا الدجاجه هي راح ندخلها في الفرن بهذا الشكل على درجه حراره 200، تاخذ حوالي ساعه ساعه وربع لين تتحمر تماما. وملاحظه ثانيه، كل 10 دقائق نفتحوا الفرن، المرقه اللي راح تنزل راح نقعد نسقي بها الدجاجه. توا راح نطلعوا الدجاج المحمر بالاعشاب. بسم الله، هذا شكل الدجاج المحمر عندنا هنا. تمام، توا راح نجيب الصحن اللي راح نقدمه فيه، حنجيب الدجاجة بكل سهولة. شايفين كيف شكلها وريحة الأعشاب اللي فيها؟ راح نحطها في النص بالشكل هذا. طبعا حطيت توم عليهم باش خدت هيك طعم، راح نحوهم هما مش محتاجينهم. كذلك الخضرة، راح ناخد الخضرة اللي عندي شايفين كيف مكرملة، راح نستفوها بهذا الشكل. الجزر، البطاطا، كل الخضرة الجميلة هي تتستف عندي. الروايح يا جماعة بجديات خيالية فوق ما تتصوروا. شوية بصل حتى هما البصلات هما نحطوهم. فعلا وصفة لازم تجربوها. يعني حتى الخضرة نفسها والبطاطا كلها واخدة من الطعم، لأن قسمنا البهارات على أجزاء ماش محتاجين لهم. خلاص راح نجيب توا روزماري اللي هو الإكليل، ممكن نحطوهم تمام. وهذه كانت وصفتنا او الطبق الرئيسي اللي هو الدجاج المحمر بالاعشاب. وصفه فعلا شهيه.